العنصر اللي أحدث الفارق في قطب لقاءات هذه الجولة هو دون شك وسط الميدان، فهذا الخط مثل نقطة قوة الترجيين، ولعب كل من معلول والمحجوبي وبواب دور هام، سواء في مستوى الرجوع السريع للخلف للتغطية أو في مستوى دعم ومساندة العمليات الهجومية. وبعكس ذلك فإن وسط النجم لم يتحرك بالكثافة والسرعة المطلوبتين، مما منع الفريق المحلي من إحداث عامل المفاجأة ومباغتة الخصم. الشوط الأول كان متعادل نسبيا، غير أن الترجي كان أكثر دقة في العموم، خاصة في هجوماته عن طريق الحمروني اللي برز بصفة خاصة بالسرعة والاندفاع وشكل خطر متواصل على دفاع النجم. وعلى العموم كانت اللحمة أوضح لدى الزائرين، ولعل معاضدة لاعبي الدفاع وخاصة الظهير طارق ثابت أبرز دليل على الطريقة الجماعية اللي توخاها الترجي. هذه بعض محاولات النجم التي لم تجد طريق الشباك. طارق ثابت اللي تحدثنا عليه منذ حين تمكن في إحدى الطلعات الهجومية، وبالتحديد في الدقيقة 40 كما باش نشاهدوا، من تسجيل هدف رائع عندما استغل توزيعة ذكية من معلول هدف على الطائر. وأقل ما يقال في تصويبة طارق ثابت أنها رائعة، ولكن توزيعة معلول ليست أقل منها روعة. هدف من طراز رفيع يستحق منا هذه الإعادة الثالثة. في الشوط الثاني حاول النجم أن يرد الفعل وأبدأ بقوة، إلا أن التوزيعات زملاء جانيت ومحاولات التصويب من بعد افتقرت إلى الدقة والتركيز الضروريين. وبعد أن توفق أبناء فوزي البنزرتي في احتواء هذه المحاولات في بداية الشوط، عادوا من جديد لتهديد مرمى الصالحي، خاصة عن طريق الهجومات المعاكسة. هذه بعض محاولات النجم، توزيعة من الشابي ثم محاولة أخرى من الشابي من بعد، ويعود الترجي من جديد محاولة من معلول، ثم جاءت دقيقة 72 لتشهد مضاعفة النتيجة عن طريق الشيحي اللي أحسن استغلال العمل التمهيدي اللي قام به الحمروني. هذا الهدف بقدر ما أبرز نجاعة الزائرين، كشف عن بعض الضعف الدفاعي للمحليين وخاصة في مستوى وسط الدفاع. محاولة أخرى من الحمروني، وكان بإمكان أبناء النجم خاصة في نهاية المقابلة استغلال عديد الفرص اللي أتيحت، خاصة لجانيت ولبقديدة ولبكوش، ولكن كلها نشوفوا محاولة سهلة جانيت يضيع. العموم الترجي أثبت في هذا اللقاء أنه فريق قوي ومتكامل.